من نابلس رائد نعيرات، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح. سيد نعيرات، أهلا وسهلا بك. على ما يعول بنيامين نتنياهو عندما يفرض مزيدا من الشروط في وجه هذه الصفقة المعلقة؟ بعض المصادر التي تحدثت لوالا الإسرائيلي تقول بأن الصفقة جاهزة وقابلة للتحقيق، ولكن المطلب الجديد الذي قدمه بنيامين نتنياهو هو الذي سيعطل هذه الصفقة برمتها. صباح الخير لك عزيزي حسام ولجميع مشاهدين. يعني حقيقة واضح أن ليس هذا هو المطلب الوحيد. واضح أن نتنياهو يدير تعطيل الصفقة من خلال استراتيجيتان. الاستراتيجية الأولى وهي إدخال مطالب وشروط جديدة لم تكن موجودة على بنود المقترحات السابقة برمتها، والاستراتيجية الثانية التي يتبعها نتنياهو وهي التعليق وتقديم خطابات وإدارة المفاوضات من خلال الميكروفون عمليا، وتقديم اشتراطات وقضايا. هو يعلم مسبقا أن وجود هذه الاشتراطات وهذه القضايا لن يقود إلى تحقيق صفقة، وهذا لاحظناه البارحة في خطابه عندما تكلم عن عودة الفكرة استدامة الحرب، وأن هذه الحرب قد تأخذ سنين وأنه لن يوقف الحرب. ثم اليوم عندما تم الحديث عن تسريب حول معبر فيلادلفيا، ومباشرة قام مكتب نتنياهو بإصدار بيان أن هذا الكلام غير سليم وبأن إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفيا. هذه الاستراتيجيات باتت لدى كل الأطراف، سياسيين، إعلاميين، أهالي أسرى معتقلين، حتى أنها باتت واضح أنها باتت قناعة مطلقة لدى حركة حماس أن نتنياهو لا يريد أن يذهب إلى صفقة بغض النظر عن طبيعة هذه الصفقة. ولذلك نجد هذا الضغط الذي بات يقدمه أهالي الأسرى، رجال الأعمال، أهالي الأسرى الإسرائيليين أقصد، رجال الأعمال، وانضم إليهم في الآونة الأخيرة أعضاء سنفصل في هذه المسألة، وإن كانت بالفعل ستحدث ضغطا على بنيامين نتنياهو، ولكن أريد أن أسألك، هنالك من يقول بأن نتنياهو ينفرد بصورة حصرية بإدارة ملف المفاوضات، لماذا إذن يرسل وفودا إلى القاهرة وإلى الدوحة ويجتمعون هناك بقيادات أمنية مصرية وأمريكية وقطرية أيضا، ويشغلون الرأي العام العالمي بهذه المفاوضات، ثم في النهاية نتنياهو هو من يمسك بزمام الأمور؟ يعني واضح حسب التسريبات التي قدمتها وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم، ليس فقط أنه يمسك بزمام الصفقة بمفرده، بل أنه يتابع الصفقة وكأنه موجود على الطاولة، وكأنه هو الذي يفاوض ويتابع تفاصيلها بدقة. وهذا نشهد، نعم، حيث أنه يعني يرد على كل تسريب، يرد على كل نقاش، ويقدم لكل نقاش ولكل تسريب يظهر في الإعلام يقدم مطلبا ويقدم عقبة جديدة أمام المفاوضة. الآن لماذا يرسل وفد، ولماذا هذا الوفد تم تشكيله بالشكل الذي تشكل عليه؟ باعتقادي هذا ناتج عن ثلاث ضغوط رئيسية. الضغط الأول وهو ضغط الشارع الإسرائيلي، والذي يعني لا يمكن لنتنياهو إلا أن يداعبه شيئا فشيئا ليحاول أن يبدي وكأنه ليس هو الذي يعطل الصفقة وإنما حماس هي التي تعطل. الضغط الثاني وهو ضغط المؤسسة الأمنية والجيش. معلوم بأن هناك موقف في الآونة الأخيرة بتنا نشهد من ضغط المؤسسة الأمنية والجيش، التي باتت تعتقد بأن عدم الذهاب إلى صفقة سيقود إلى خسارة كل شيء يتعلق بالحرب، وليس فقط عدم تحقيق الأهداف أو الشعارات التي وضعها نتنياهو. الضغط الثالث باعتقادي هو ضغط أمريكي. بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية
عازمة على وتريد أن تحقق صفقة لتقدم إنجاز في السياسة الخارجية، وهذا العزم وهذا التصميم الأمريكي بات واضح بعد الخسارة التي حدثت لبايدن في المفاوضات في المناظرة الأخيرة التي أجراها مع ترامب. أمام هذه الضغوط جميعا، نتنياهو يريد أن يلقي بالكرة في ملعب حركة حماس، ولذلك واضح أن حماس اترعت استراتيجية ذكية جدا بناء على فهمها لموقف نتنياهو، وقامت بتقديم مرونة تكتيكية عالية وذكية لتعيد الكرة إلى نتنياهو ولتعيد كشف حقيقة الموقف الذي يتصدره نتنياهو، وهذا الذي بات واضح لدى كل الأطراف اليوم. حتى أن بايدن عندما قدم خطابه البارحة كان واضح لمن يوجه رسائله، صحيح أنه لم يقلها بصراحة، ولكن واضح أن كانت هذه الرسائل تشير إلى أن الذي يعطل هو نتنياهو اليوم. وحتى أهالي المحتجزين والأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وصفوا تصرفات بنيامين نتنياهو بأنها تصرفات غير مسؤولة، ولكن أيضا يعني عبروا وقالوا بأن إن لم تبرم هذه الصفقة في هذا التوقيت فلن تبرم مرة أخرى. ما الذي يجعل أهالي الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين يشعرون بأن هذه هي الفترة الذهبية التي يجب أن تمرر فيها صفقة؟ قطعا يعني منطقيا أن هذه قد تكون الفرصة الذهبية وشبه الأخيرة دعني أقول، وشعورهم يعني يعتريه كثير من الحقيقة، لأنهم يعلموا بأنه إذا لم يقدم نتنياهو في هذه المرحلة على توقيع صفقة فإن ذلك يعني أن الصفقة ستؤجل إلى ما بعد شهر 3، لأنه ستخرج الكنيست في إجازة وسيصبح نتنياهو يشعر أن حكومته غير مهددة، وطالما حكومته غير مهددة إذا هو سيعمل ضمن راحة وفي مساحة تسمى الكومفورت زون بالنسبة له، ولا يوجد ضغط عليه للذهاب إلى صفقة. القضية الأخرى وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية ستصبح أكثر انشغالاً في معركة الانتخابات، ولذلك لن تبقى قضية الصفقة على أجندتها كما هي موجودة اليوم. والقضية الثالثة، هم يعلموا بأنه كلما طال عمر الحرب وطالت إنجازات المقاومة وفي نفس الوقت لما زادت عدد الضحايا وحجم الدمار، فإن هذا سيضاعف من مطالب المقاومة، وبالتالي مجمل هذه الحصيلة ستقود إلى تعطيل صفقة في المستقبل إذا لم يتم إنجازها في هذه المرحلة. شكرا جزيلا لك رائد النعيرات، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، حدثنا من نابلس عبر سكايب.